الثقه لمن؟ الثقه لمن؟ بمعمر والعسكري، بمعمر في التنفيذ يضيع، بالفعل لاعب شاب الثقه، والحكم يأمر بإعادة تنفيذ الضربة الترجيحية ولا؟ نعم، الكرة تسدد وهدف لفريق المغرب الفاسي، هدف لفريق المغرب الفاسي 3-2. هنا الإعادة، الكرة لعبت وعادت لمرمى الحارس خالد العسكري. يعني قلت هذه مباراة غريبة، نعم غريبة، عارف المرمى كان يظن ان الكره خرجت لكن ما خرجتش، ما خرجتش. 3-2 لفريق المغرب الفاسي، اغرب كره تابعتها في العشر سنوات الاخيره في الضربات الترجيحيه، اغرب كره في الضربات الترجيحيه. نعم 3-2 لفريق المغرب الفاسي. الجيش الملكي ضغط المباراه مجددا، ضغط المباراه كم هو محظوظ.